ما عنديش طاقة، مش قادرة أعمل حاجة، على طول خملانة وعندي كسل. الجملة دي بقيت أسمعها تقريبا في اليوم كله من ناس كتير جدا. أول سبب وده مهم جدا هو النسيان. يعني إيه بقى؟ ينفع طول ما أنا قاعدة أفضل أتعامل مع الموبايل وأشغل في الموبايل وكله وفي الآخر من غير شاحن؟ ينفع النهاردة إن أنا أجيب لاب وأفضل أشتغل عليه أشتغل عليه أشتغل عليه ومن غير شاحن؟ الجهاز ده ما بيشتغلش إلا بالشاحن بتاعنا. مين هو الشاحن بتاعنا؟ ركزوا بقى، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. في ناس عايشة في الدنيا الجانب الروحاني عندهم ميت، على الرغم من إن هم ممكن يكونوا بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيعملوا كل حاجة، بس نسوا الله، دماغهم مش موجودة. نسيوا إزاي؟ الأساس في النسيان هنا إن أنا مش متذكرة ربنا في كل حاجة، مش حاطة نية لكل حاجة أنا بعملها.